سيدي اش رينجا لدفعون ما فيكي عمره 15 يوم وكان من الامور الصعبة علينا اثناء استلامهم تمييز جثثهم بحيث اننا لم نستطيع ذويهم ان يميزوا بين وجه ووجه اخر المخدرات وينها اللي هو مخدرات شو ما لقيتوا مخدرات وين المخدرات زي الارهابيين اللي هنا هو يمه مقاومينكم وينهم هذا شاب دازله قوه من بغداد دازله والله شوف الصواريخ صورتوه بيته والله مفلشين بيته على راسه مفلشين بيته على راسه بنيتي شايفوني انا وياك يا بنتي يا بنتي يا بنتي